لأننا نعيش عصر الصورة، فإن المشهد البصري يتصدر جميع مجالات الحياة. ونظراً لما يشكله فن التصوير من أهمية كفن وكأحد مصادر التوثيق ورفد الكلمة، فإننا نمضي لرصد علاقة ابن الإمارات مع هذا الفن، ممسكين بالخيوط الأولى للحكاية. طبعا تصوير يعني كحركة تصويرية بدأت في 1827 في فرنسا، كل عارف أول صورة طلعت نبيس. في 1800 تقريبا 50 تحركت الحركة، أو المصورين تحركوا في تسجيل شمال أفريقيا وبلاد الشام. في صور موجودة في شمال أفريقيا، على ما أعتقد هم استغلوا الصورة كعنصر مساعد للتعارف ولتبادل الأفكار ما بين المجتمعات، لأن كان في حاجز اللغة ما بين الاثنين، فاستفادوا منها. وفي والحركة هاي امتدت إلى الجزيرة في أثناء حرب عالمية الثانية أو ما بين الأولى والثانية. إجوا المستكشفين، مروا على المنطقة الساحل الخليج العربي، وامتدت رحلتهم إلى اليمن والعكس، ومروا على ربع الخالي لاستكشاف القبائل المتواجدة في المنطقة. وطبعا منهم كان مشهور ولف ثيجر اللي كنا نسميه مبارك من لندن، وفي أعمال موجودة في إمارات أبوظبي. هذه مرحلة يمكن المواطنين ما كان لهم، أو مواطنين في المنطقة ما كانت لهم هالقد يعني تأثير على الأعمال البصرية اللي أنتجت. في سنة 1930 يعني بلاس ماينس إجا العم عبد الكريم كابتن من البحرين وجاب فكرة التصوير معه. وبالطبع يعني تاريخيا حركة تصويرية أو تصوير كتقنية تصوير كانت موجودة في بحرين وفي دمام في المملكة العربية السعودية، وكانت نشطة، حركة نشطة، والمواطنين من الدولتين كانوا نشيطين في عمل في تعلم مجال التصوير، وكانت تقريبا يعني يأكلون من وراء عيش تجارية، لأن الاستعمار البريطاني في الفترة في هذه الفترة كانت تطلب أوراق عبور مثل جوازات كانت موجودة، فلذلك كان محتاجين للتصوير. غير هذه بدأت الشركات في أربعينيات بعد حرب عالمية الثانية، بدأت الشركات تدخل وبدأ الناس يدخلون، فيعني كانت شوية بدأ موضوع الاستديو بشكل متواضع، بدأوا يشتغلون في موضوع الاستديو. يمكن خالي أنا واحد منهم، خالي سافر الهند يتعلمون اللغة الإنجليزية والحساب، فجاب معه خالي عبد الله، جاب معه خوالي اثنين راحوا، خالي عبد الله جاب معه التصوير. هذه كانت في الأربعينيات بعد العم عبد الكريم، وبدوا في موضوع التصوير. لكن أنا جل الصور اللي أنا أشوفها في البيت عبارة عن استديو، عبارة عن قليل من الصور اللي فيها نوع من التوثيق تحركاتهم، إلا أن في الخمسينيات من القرن الماضي في حياة الوالد سمو الشيخ راشد بن سعيد، بعث خالي عبد الله والعم الله يرحمهم علي قرقاش لأوروبا ولأمريكا، فكان قال بالحرف، كان ورا الصورة موجودة، قال عبد الله سافر نيويورك، شوف شو اللي يقولون مدينة نيويورك، شو هاي، فهيك الفترة مدينة نيويورك كان في إمباير ستيت، ففي صورة موجودة بالسكس باي سكس، كان مصور بالرولي فليكس سكس باي سكس مع إمباير ستيت، فكان كاتب ورا الصورة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ راشد، هذه مدينة نيويورك وهذه أطول بناية في العالم. ف
فهاي يبين تبين ان نحن كمواطنين الحين واحد يقرا الصوره بين كيف كانت الافق يعني متطوره في هيك الفتره. نحن كنا نتكلم عن ماي، نتكلم عن كهرباء، فكان الشيخ يتكلم عن نيويورك في هيك الفتره، واستغلوا التصوير. طبعا نحن نرجع مره ثانيه للتصوير، فاستغلوا التصوير كماده مرئيه بصريه تاريخيه. تم تسجيل مدينة ورجعوا لها في الستينات. في الستينات من القرن الماضي بدينا الدول العربية احتكت أكثر بإمارات المتصالح قبل الاتحاد، وبحكم حكمة الشيوخ اللي كانت موجودين الله يرحمهم جميعا موجودين، بدأوا فتحوا آفاق ما بيننا وما بين قسم ما بين أهل الخليج وحكومات الخليجية وبين دول عربية. حتى كان دول عربية بالطبع الشام والعراق وشمال أفريقيا وبالخاصة مصر بأيام عهد الراحل جمال عبد الناصر. قومية العربية كانت في أوجها، فأرسلوا مصورين وأرسلوا صحفيين، فبدت موضوع التصوير الصحفي، تصوير توثيقي لمناسبات دخلت في الموضوع. قبل الموضوع هذا العم نور علي راشد اجى من منطقة قوادر، اللي منطقة عبارة عن كانت تابعة للحكومة العمانية لسلطنة عمان، وأثناء ما خروج البريطانيين سلموا المنطقة لباكستان. فأهل عمان اللي كانوا موجودين هناك في هذه الفترة رجعوا لعمان. فالعم نور علي رجع اجى هني بحكم تواصلهم، بحكم انهم كانوا تجار في الذهب والياباب، فأخذوا من موضوع التصوير كمهنة. ويمكن الوحيد اللي قدر يوصل بالمواطنين قدر يوثق تحركات والمناسبات الحكومية بالخاصة في إمارة دبي وإمارة الشارجة وباقي إمارات الدولة في أيام إمارة المتصالحة قبل الاتحاد. فعندي يعني مخزون بصري تاريخي بالمناسبات اللي كانت موجودة فيها الشيوخ وفيها يعني أعيان البلاد. في رحلتنا مع أول من نقف عند تجارب رجال ونساء ساهموا في وضع بصماتهم في توثيق العلاقة التاريخية والاقتصادية والفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الصورة. نتكلم عن التصوير، نتكلم عن مصورين، نتكلم عن بصمات تركت، بس مش على النيجاتيف لأن أثارها تكون فاضحة. نتكلم عن هؤلاء الشخصيات اللي فعلا لهم فضل في تاريخ التصوير الفوتوغرافي الإماراتي، شخصيات ما تتكرر في شغفهم، حبهم استطلاع لاكتشاف مجالات مستجدة مو مطروقة. على سبيل المثال الحساوي، كابتن، الجوكر، عبد الله قنبر عوضي، ومستحيل نتجاهله محمد علي العكاز اللي هو محمد علي بودبس اللي انتقل بين مهن مختلفة أماكن مختلفة لين استقرت به الحياة في الغرفة المظلمة إنتاج صور فوتوغرافية. محمد علي بودبس يعني اشتهر عرفه بمحمد علي العكاس، وما ظن حد يغفل معنى كلمة عكاس اللي نطلق عليه كان في الإمارات والخليج، لأن كانوا يمتهنون مهنة التصوير. الجميل أن هذا الشغف وهذه الفضولية وحب الاستطلاع الاستكشاف، عملية التصوير بصورة عامة من التقاط الصورة في إلمامك بآلية الكاميرا وتوظيفها وتحكم في فتحة العدسة وسرعة الغالق واستخدامك نوع الشريط الحساس اللي نسميها الفيلم، ومن ثم درجات الحرارة، نسبة تركيز المحاليل التظهير وتوقيف والتثبيت، والمامك بأوراق الطبع اللي تنطبع عليه من نوعية
ملمس السطح من نوعية الحساسية، من نوعية سماكة الورق، تعلم يعني هضمها على قولة إخواننا اللبنانيين، صار عنده خلاص تشبع. رجع خلينا نقول الإمارات، هاك الأيام ما كانت الإمارات العربية المتحدة، الإمارات المتصالحة، واستقر بداية في الشارجة، بعدين انتقل إلى دبي. أهدى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الله يغفر له كاميرا رولفليكس، والشيخ راشد شاف أن محمد علي بودبس هذا أولى من غيره بميوله للتصوير والمامة ومكتسباته، فأعطاه الكاميرا وكلفه أنك أنت المصور المعتمد لتصوير، سميت جوازات الورقة المرور أن تكون عليه صورة، لأن بناء على طلب اعتماد بريطاني طلب أن لازم يكون فيه صور في أوراق المرور، فهو كلف أن يصور صور مقاسات 4x6 ويثبتهم على هذا، وهو من معتمد وين؟ في دبي. فبهذا استقر في التصوير وتفحل وما غير مهنته بعد ما هذا. هذا واحد من الرواد يعني التاريخ، نتكلم عن الماضي، لكن البقية لهم فضل، ركزوا ميزتهم انهم ركزوا على الصور الشخصية بورتريهات فعلا للأسباب رسمية كجوازات وغيرها، لكن خلينا نقول العكاس محمد علي بودبس العكاس كان واحد يجي مستعجل يبغى الصورة حق الجواز يقول خلص لي، لما يصور نقطتين ثلاثة يضطر ان البقية شو يسوي؟ يقطع يفصل يطلع برا ويصور. خور دبي كان قريب منه، والأنشطة اللي في خور، المباني اللي قريبة منه، ويروح يحمض يطلع. فكان ميزته أنه خلف مش بس مجموعة صور الشخصيات والناس من أهل البلد، إنما أيضا مباني وحركة ونشاط في خور دبي في أيامه. دولة الإمارات العربية المتحدة هالوحدة الفريدة اللي احنا ننعم بحياته، جت حقبة ثانية، حقبة الناس اللي خذوا التصوير كعلم وفن، ومنهم محدثكم صالح الأستاذ. فكان لي حظ أن أبتعث لأمريكا وأدرس تصوير فوتوغرافي وأعمل دبل ميجر فنون تشكيلية. فنظرتي للتصوير كانت أنه مش بس علم من خلال تعاملك مع فتحة العدسة، نوعية العدسة، سرعة الغالق، مدة زمنية لاستعراض الصورة أو النيجاتيف للشمس ولا الإضاءة، إنما الجانب الثاني إنك تراعي في الكادر التصوير الفوتوغرافي الكتلة والفراغ، الإضاءة والظل، العمق الميدان، دبث في يعني جوانب الفنية في الكادر. فهذا الحمد لله اكتمل عندي الرؤية. مش ممكن أنساه أيضا زميلي جاسم ربيع العوضي، هذا من أحفاد عبد الله قنبر عوضي المعتمد تصوير في برديرة في دبي في هاك الأيام، أيضا كان من المحظوظين أن يبتعث إلى بريطانيا ويدرس التصوير الفوتوغرافي كعلم، بس اتجاهه يعني من مصدر ابتعاثه هو يعمل في شرطة دبي في المختبر الجنائي، إذن كان تركيزه في كشف أسرار الجريمة والدقة في التفاصيل، وكان يتضايق وايد لما يشوف بصمة على النيجاتيف وتطبع. لكن الحمد لله قدرنا نعطي قد ما يعني ما اكتسبنا. فأول ما رجعت للبلاد كان سنة 1984، ما كان فيه إلا جمعية الإمارات الفنون التشكيلية اللي كان تضمن التصوير والرسم والخط والنحت وكذا، فكان لي حظ أن أبدأ في تأسيس أول مختبر أو نسميه غرفة المظلمة، وأول دورة ننظمها منظمة
مدروسة بمنهج بجدول، المبتدئين مجموعة هافتوا على الدورة، فكان مجرد إنتاجهم مش فقط انبهار، هم كانوا مكتشفين كيفية لصق الصورة ثلاثية الأبعاد على ورقة ثنائية الأبعاد، فهذا الشغف خذاهم إلى دورات متقدمة أكثر، فقدمنا مجموعة وانتجوا صور في تقنية الغرفة المظلمة، وأول معرض عملنا في المجموعة في إكسبو الشارقة القديم اللي كان جنب البريد حالياً. ولطالما سمعنا من آبائنا وأجدادنا الذين عاصروا تلك اللحظات المصورة بالأسود والأبيض، الله يرحم طارق أول، خاصة عندما يرون صوراً للمغفور له الشيخ زايد. ولو مضينا في حكايتنا مع الصورة، فإن أهم تجربة تستوقفنا هي تلك التي رسم خطوطها نور علي راشد شيخ المصورين، الذي استطاع أن يجعل من الصورة كتباً تسجيلية لتجربة الدولة ولشيوخها. فقد سجل بعدسته صوراً لشيوخ الوطن مذ كانوا أطفالاً، وقد رافقهم كباراً حين استلموا مراكز وقيادات. تميز بروحه المرحة والتقاطه للحياة التي كان يرويها بذاكرته أيضاً، ولطالما ارتبطت عدسته بالسجادة الحمراء، حتى قيل إنه يختزن أرشيفاً يزيد عن 3 ملايين صورة. الصورة في تاريخ الإمارات اليوم صارت مهمة كثير، حتى بالنسبة للصورة اللي صارت روح الإمارات، هي صورة خذوها من أثناء لما كان بداية الاتحاد، وصارت شعار بالنسبة للدولة وللناس والكل يلتم حواليها. الصورة مهمة جدا كانت في ذاك الوقت، لأن كانت تبين حياة المرحوم الله يرحمه الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمهم، كانوا في جولات حوالين الدولة ويشوفون في كافة يعني القطاعات. واليوم لما ترجع للصور القديمة وتشوف الصور الحديثة، تشوف التطور اللي حصل في هالمجال هذا، والصورة هي اللي وثقت كل هالأمور. والله نور شخصية كان محببة من كل المصورين، وكل المصورين كانوا يحبونه، هو كان يعتبر كعميد للمصورين. يعني احنا عيناه بدون يعني ما يكون عندنا لا جمعية ولا عندنا أي شيء، دائما كنا نلجأ مثلا، هو كان يجمعنا سنويا، يعمل لنا حفل للمصورين، يعمل حفل نتجمع مصورين الصحف ومصورين الوكالة ومصورين كل اللي يشتغلون في المجال هذا، كنا نتجمع في حفل زين، ويعمل سبونسر بعض الشركات يجيبهم يعملون جوائز ويعملون مسابقات، وكان شخصية محببة. بالنسبة لتجربة نور علي، اجى في وقت ما كان فيه حتى اي شيء عن الامارات، ما كان فيه تصوير، هو كان الشخص الوحيد اللي موجود، هو كان يوثق. اليوم عندك ارشيف دولة الامارات او ارشيف الدولة ككل، تقدر تقول موجود عنده، هو اللي صوره ورافق يعني التطور اللي حصل في الدولة، ووثق كل الاحداث اللي حصلت، وعنده كميات من الافلام لليوم ما حد شافها. أنا زرته مرة في البيت وشفت الخزائن اللي عنده، خزائن مليانة مليانة، كلها نيجاتيف، أفلام ما انطبعت وما توزعت. يعني إذا الواحد يقدر يرجع للأرشيف هذا، راح يكون عنده أرشيف ضخم جدا موثق لدولة الإمارات. وهو على مستوى الإنساني شخصية ريال، يعني حبب الناس في المجال هذا في التصوير. يعني معظم المصورين دخلوا في المجال هذا من خلال تقدر تقول تجربة نور علي. بالنسبة لنور علي، كان يشتغل
كل شغله كان بالابيض والاسود، هو حتى كان مرات هو يكلمنا يقول انا افضل ان انا اشتغل بالابيض والاسود، وهذا يوم يشوفنا احنا ماسكين الكاميرات يقول شو هذا انتم ليه اليوم تصورون بال يعني، كانه هو مش معترف بالصوره الملونه هذه، هو يحب دائما الصوره الكلاسيكيه الصوره الابيض والاسود، فكان يضحك مرات ويانا ويتمسخر بالموضوع هذا، وهو كان بالنسبه لنا يعتبر عميد المصورين، كان يجمعنا في سنويا يعمل لنا الحفل هذا ويجيب الناس ويجيب السبونسرز ويجمع كل المصورين وكانت يعني لحظات جميله نقضي وناخذ نلتقط صور مع بعض ولليوم عندنا نرجع لها مرات. نور علي ظهر في وقت يعني ساهم فيه بشكل كبير بالصوره، قدر يأرشف ويوثق تاريخ الدوله، وحتى يعني اليوم لما تيجي ترجع تشوف معظم الصور نور علي هو اللي مصور الأمراء والشيوخ والحكام والملوك اللي زارت الدولة يعني كل شخصيات اللي لها علاقة بالإمارات هو وثقها وصورها، فشيء جميل يعني أنه يكون عندنا أرشيف بالضخامة هذه وشخصية مثل نور قدر أنه هو يوثق هذه الأشياء. بالنسبة للصورة لنور علي، النور علي أرشف تاريخ الدولة هو تقريبا وثقه من قبل ما يكون في حتى التلفزيونات ووزارة الإعلام والشغلات هذه، هو كان يصور يعني الوحيد اللي كان موجود ويصور، وكان مع زميلة راميش بعد مصور كبير وبعده موجود الله يطول في عمره، لأن الريال بعد ما شاء الله عطى كثير. أما بالنسبة للمرحوم نور علي كان شخصية يعني عنده اللمحة الفنية في الصورة، يعني لما تيجي للصور تشوف فيها زوايا فنية وإضاءة حلوة فيها موجودة وكوادر يعني تريح البصر لما الواحد يشوفها. ولأن الصورة تعمل على حفظ الموروث المرئي فهي أمانة نحملها لأجيال المستقبل من خلال الأرشيف بالطرق العصرية الحديثة أي الحفظ الرقمي. معرض علامات فارقة للمصور الراحل نور علي راشد افتتح في متحف الشارقة للفنون بتاريخ 22 أكتوبر وبيستمر المعرض لغاية 6 ديسمبر. معرض علامات فارقة بشكل عام كان مشروع فني بدينا فيه في المتحف سنة 2010، والهدف من هالمعرض كان تسليط الضوء على أهم وأشهر الفنانين في المنطقة سواء كانوا في الخليج أو في الوطن العربي بشكل عام. فأول دورة كانت للفنان السوري إسماعيل رفاعي، وبعد ذلك كانت للفنان الإماراتية نجاة مكي، وبعدين للفنان عبد القادر رئيس. في الدورة السابقة كان للمصور السوري عبد اللطيف الصمودي، والدورة الحالية للمصور الراحل نور علي راشد مثل ما تشوفون. ويتضمن المعرض حوالي أكثر من 200 عمل فني بكلها صور فوتوغرافية للمصور، لأنه يعني كان تم يصور تقريبا لمدة 60 سنة، فنحن في هالمعرض حاولنا نركز على فترات زمنية معينة، يعني حصرناها على 30 سنة، ومن خلال هالثلاثين سنة يعني استطعنا أن نجمع على مجموعة من الأعمال وقسمناهم على ثلاث مجموعات مثل ثلاث themes أو ثلاث مراحل للمصور. فالمرحلة الأولى أو المجموعة الأولى تضمن صور قديمة، صور الحياة ما قبل، كيف كانت الحياة سابقا، لأنه المصور كان مولود في عمان في باكستان وتم يتنقل على كذا دولة إلى أن وصل لدبي عام 1958، وهذا كان قبل الاتحاد. فيعني في طول هالفترة الزمنية مثل ما قلت على هالستين سنة تم يصور على مراحل، أو يعني حاول أن يوثق التاريخ مو بس اللقطات اليومية أو الحياة اليومية كيف كانت، أنه يعني كان عايش في فترة زمنية مهمة جدا خاصة بالنسبة لتاريخ دولتنا، أنه يعني
استطاع أن يوثق وهالمراحل وهالأحداث التاريخية المهمة اللي مرت فيها الدولة. فالمرحلة الأولى مثل ما قلت عن الحياة سابقا، والمرحلة الثانية مرحلة باسم بناء الأمة، كيف الإمارات كانت قبل الاتحاد وكيف يعني كان على فترة توقيع الاتحاد وقبل كيف كانت الإمارات المتصالحة التروشل ستيتس، إلى أن وصلنا إلى تاريخ على سنة 1971 على توقيع اتفاقية الاتحاد. ومن ثم في صور ما بعد الاتحاد، ما بعد توقيع الاتفاقية توقيع الاتحاد. المرحلة الأخيرة مرحلة عن الرحلات العالمية التي قام فيها المصور، لأنه على فترة عيشته في الإمارات مثلا كان يسافر على كذا دولة، سواء كانت هاي رحلات رسمية مع الحكام أو رحلات شخصية قام بها المصور بحد ذاته. فاستطاع أيضا أن يوثق هاي الرحلات، يعني كانت لكذا دولة يعني مختلفة، مصر، صوماليا، تونس، إيران. فنحن حاولنا من خلال هالمعرض أن نبين صورة أخرى للمصور، ويعني نوضح طبيعته، مثلا أن أغلب الناس هو معروف جدا أصلا في المجتمع، وكل حد يعرفه كالمصور الملكي، لأنه كان دائما مع شيوخ، مع الحكام، يصورهم، يوثق تاريخ الدولة، يوثق حياتهم بشكل عام. بس من خلال هالمعرض يعني حاولنا أن نبين وجهة أخرى أو مثل جانب آخر للمصور كان يعني قام فيها خلال هالفترة الزمنية، وحاولنا أن نعطيه أكثر يعني مثل قيمة فنية للصور ولحياته بشكل عام. من الاستحالة أن تمضي حكاية التصوير في دولتنا الحبيبة دون أن يكون للمرأة ذاك الحضور الهام. من هنا يمكن القول إن الشيخة جاسم محمد مبارك السويدي هي أول مصورة إماراتية. أنا أول مصورة في الإمارات، تعلمت التصوير منذ الصغر، يعني يمكن عمري 18 سنة. كنت متربية في بيت محمد شريف، أنا يتيمة الأبو، وكنت في بيت محمد شريف وكيل الشيخ سعيد المكتوم. فيوم البرقية هذه نوديها حق محمد شريف اللي هو وكيل الشيخ سعيد، أوديها أنا وبعدين يترجمها الإنجليزي ضيف هالأيام عندنا في دبي، هو يترجمها بالعربي ويعطيني أنا، ويوقع عليها الشيخ سعيد ويجيبها عند محمد شريف. محمد شريف يطرشني قرى مكنزي هناك، عاد أودي لهم البرقية، بعد ما أعرف شو في البرقية مكتوب، بس يعلنون أن حق التجار مال دبي اللي هي أول الشيخة صنعة بنت مانع المكتوم، هي عندها التشاشيل، التشال اللي هي تصير تحت المركب القارب يعني. بعدين أنا صرت قرى مكنزي، يوم أودي البرقيات حق رمكنزي شفتهم هم قاعدين الكتاب هذيل الموظفين يتبادلون بالصور. سألتهم قلت هذا وشو عندكم؟ يتبادلون يضحكون وهذا. وكان في دريشة ترى أول البنت عيب تدخل عند الريايل، عندهم دريشة مثل دريشة بيت الشيخ سعيد، أنا من وراء الدريشة وهو راويني من وراء الدريشة الصورة. فأنا استغربت يعني من هاي الصورة كيف لسان كلام مش اسمه عين وخشم يعني تطلع صورة الآدمي. فقلت لهم هذا شو قد طلعون صورة الآدمي في هاي القرطاسة؟ قالوا لي هاي الكاميرا تطلعها. إنزين يوم قالوا لي الكاميرا تطلعها، قلت شنو أنا راوني؟ قلت لراعي المكتب راوني أي كاميرا، كان يراويني الكاميرا كذي يدخلين الفيلم وكذي تصورين وكذي تضربين على هذا وكذي تدخلين الفيلم
وكذي تجلعين الفيلم زين اتعلق بتعطيني اصور هذا الفريج واجيب لك. قال لي ايه بعطيك. انا هذيك الايام عند محمد شريف، محمد شريف اللي جاه عند الشيخ سعيد، فامن مني اعطاني الكاميرا. انزين يوم اعطاني الكاميرا انا صورت كم من صوره وجبتها حمل بيحمضها بالبيزات. هذيك الايام البيزات ما مش انزين. محمد شريف اعطاني يعني بيزات، قال لي هذا حمضي اعطيه الرجال بيحمض لك. عندنا كان محمد علي عباس يارنا هو محمض. انزين اعطيت الفيلم محمضها وراويتهم. بعدين صار الايام في الايام سافرنا بمبي. هذه الايام طياير ما مش في السماء، وكان سافرنا في مركب سردانة وسرنا بمبي. هناك بعد صورت اشتاقت عقب للصور وللهذا. حين عاد يوم رديت دبي جمعتن لي هذا الافلام الذي صوريتها شقب احمضها بيزات ما مش. عندنا بيت ايراننا يمكن مرت على مسامعكم بيت محمد حبيب الرضا اللي هو دكتور الشيوخ، بناتي يحمضون انا صرت لهم. قلت لهم علموني، قالوا لا هذا جوكام هذا ما ادري شو ما نقدر نعلم التحميض. قلت لا انا اخذكم، ما بفتح لي دكان طال عمرك اقولها، ما بفتح لي دكان انا لا يا مثل انتم مستلين وتسليتوا وهذا وعرفتوا، انا بعد ابغى استلا اعرف التحميض. انزين قول الله سخرهم علموني التحميض بنات محمد حبيب الرضا اللي ابو الدكتور حسين الرضا دكتور العظام في مستشفى راشد. انزين الحين تقاعد هو. انزين عقب عاد يوم ودوني يراوني التحميض شفت عندهم كبت، والكبت في حجره ظلام، والكبت عليه قرطاسه حمراء. فعلموني التحميض. عقب ما علموني التحميض قلت لهم احنا بدي اطلع الصوره. بعد علموني بعد مثل الالبوم اللي هو له ردتين مني ومني، نحط الفيلم تحت والقرطاسه فوقها واراويها النور ثلاث اربع. عقب ما اراويها النور صكيت الباب وياني الضوء الحمر، وبعدين جليتها حطيتها في الدفلافر، وبعدين حطيتها في الهايبو لين طلعت الصوره عقيتها في الماء. انزين يوم شفت عمري عاد اتعلم اشتاقيت ازيد وازيد. فبعدين انشهرت يعني في الفريج. هذه الايام الصور ما شيء، وانشهرت في الفريج في وشو في حريجة إذا استوت المركب دارة احترق. عندنا في خور دبي مركب دارة احترق ودم تحت. انزين الحين اظني ما ادري في عمان، ما ادري في اللي، ما ادري هني فيها البحر الامارات دم تحت. انزين هذا عاد الناس يوم يجيبون الناس الغرقانين التكات التي من البحرين والتكات التي من دبي. انا التكات اللي تطلع من دبي من البحر يجيبونهم دبي. عندنا مستشفى واحد هو اللي هو جراح الدكتور مكولي. دكتور مكولي هذا في مستشفى دبي المكتوم، الحين الاسم المكتوم مسوينا مستشفى الصدر. هذا اول مستشفى عندنا في دبي. عندنا انزين انا هني يوم يجيبونهم على البحر اصورهم. كانت عندي كاميرا أكفى، بس بعدين اشتريت كاميرا مخرطوم. بعدين قد ما اعرفها بعد أكفى اظني مخرطوم. انزين وبعد بس القديمه هي الأكفى، هذه اللي كانت الحين ما موجوده يعني في السوق، بس موجوده في المتاحف وموجوده في الهايبات. يم تطلب طلب تطلبها يعني طلعونها لك. انزين بعدين كل ما نطيح كاميرا يعني حديثة كنت اشتريها. وبس تميت لين عقب بعد طاحت الاوتوماتيكا هذه اللي بروحها تغسل، ما اعرف اسمها بعد. اني انا ما قارية ما اعرف شو اسمها اللي يطلع بروحها.
آخر شيء هذه الكاميرا. بدأت الحكاية مع التصوير تمضي نحو الدراسة والتخصص، وبدأ الانتباه إلى المكان كطبيعة يأخذ مساحة من الانتباه في عدسة المصور، وبرز اسم إماراتي جديد هو عبد العزيز بن علي، الذي اعتبر أول مصور إماراتي محترف ومتفرغ للتصوير الفني للمشاهد الطبيعية. الفن بشكل عام أنا حبيته من صغري، خط وايد مجالات في الفنون، أولهم اللي هو الرسم، رسمت بالفحم والألوان، يعني تعمقت في هذا المجال، كنت لكن أكثر تركيزي كان على موضوع رسم الطبيعة. فحتى لاحظ مدرس التربية الفنية أن كان لي ميول كبير للطبيعة، بعد ذلك توجهت لمجالات ثانية لأن ما وجد ذاتي في موضوع الرسم، فتوجهت لهندسة الصوتيات، بعد ما وجدت نفسي أبد، فتوجهت ل اللي هو الجرافيكس والتصميم وال3D وهذه الأشياء، ودرست برامج كبيرة، لكن للأسف يعني ما وجد ذاتي فتركته كله، وفي النهاية توجهت للفيديو. يوم دخلت للفيديو حبيت المجال، لكن حسيت أنه فعلا أميل له، لكن مو فعلا هو الشيء اللي أنا أبغيه. لكن في النهاية جربت موضوع، يعني لاحظت يوم كنت أصور فيديو كنت أصور يعني صور ثابتة اللي هي ستيل إيمجز، فشفت أني يعني أميل للستيل إيمجز أكثر، فتوجهت للتصوير الفوتوغرافي والتصوير الضوئي. فهذه كانت يعني بداية رحلتي ويا التصوير، واستغرقت هذه العملية تقريبا 12 سنة إلين ما اكتشفت عمري في التصوير، تقريبا خدت 7 سنين 8 سنين، وعقب بدأت أتوغل في التصوير أكثر، في التصوير تقريبا 12 سنة. هو ممكن أن يكون في وايد مصورين قبلي أو حاليا موجودين في الساحة صوروا المناظر الطبيعية أو اللاندسكيب، لكن اللي ميزني عنهم أني دخلت الموضوع كاحتراف، بمعنى أن أولا تركت وظيفتي الحكومية، أنا درست هندسة لكن تركت الهندسة وتخصصت لموهبتي على أساس أني أطورها أكثر، فتوغلت في التصوير أكثر وأكثر، يعني مو بس مجرد أني أنا أقدم دورات في الدول العربية، لا بالعكس، أن معظم دوراتي استوت في خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني مثلا عندي دورات في نيوزيلندا، ومعظم دوراتي في نيوزيلندا، عندي دورات في القطب الشمالي شمال كندا وهو أقرب للأركتيك أو القطب الشمالي، وإن شاء الله في دورات تانية بتكون يعني مقبلة في شمال أمريكا والأرجنتين. فالحمد لله يعني الواحد يتوسع على نطاق عالمي. ثاني شيء الواحد كيف يحتك مع منو من المصورين، الحمد لله يعني معظم احتكاكي بي لهم مثل ما يقولون عمالقة مصورين لاندسكيب أو الطبيعة، فالحمد لله يعني هذا هو اللي ميز شخص عن شخص آخر. في ممكن ناس مارسوا موضوع تصوير المناظر الطبيعية قبلي وممكن حاليا، لكن المسألة هي أن ممكن هم ما برزوا في الساحة، أو الموضوع الثاني أن مثلا ما دخلوا الموضوع باحتراف. اللي ميزني عن غيري من المصورين أن أول شيء خدت يعني الموضوع باحتراف فعلي، بمعنى أن هو دخلي، يعني ما لي وظيفة ثانية، تركت وظيفتي اللي هي أنا درست الهندسة واشتغلت في الهندسة 3 سنين، بس تركت الهندسة واشتغلت لي أو تفرغت لموهبتي. هذا الشيء اللي ميزني عن غيري. الشيء الثاني أن احتكاكي ما كان مع الوسط العربي، كان مع الوسط العالمي، ومثل ما هو معروف أن شمال أمريكا هم اللي برزوا في موضوع تصوير المناظر الطبيعية، فالحمد لله يعني معظم معارفي أو الناس اللي تواصلوا إياهم أو المصورين هم من شمال أمريكا اللي هو عمالقة مصوري اللاندسكيب. الموضوع الثالث اللي هو الدورات التدريبية اللي أقدمها والورش، معظمها أو 100% منها كلها خارجية، ما عندي دورات في محلية في الإمارات أو دول الخليج أو الوطن العربي، إذا كانت موجودة فهي تكون مجرد عن استضافات من جهات، لكن فعليا أني أنا أنظمهم كلهم من على مستوى العالم. أكثر شيء تتركز في نيوزيلندا، وفي منها في القطب الشمالي، وإن شاء الله في دورات ثانية بطرحها في شمال أمريكا والأرجنتين. يعني ممكن نقول أن هذه الأشياء اللي أنا سويتها في البدايات، مثلا يوم تركت وظيفتي
وان علاقاتي مع المصورين في ايا كان من دول العالم والدورات الخارجيه، هذه الاشياء ممكن اللي خلت الناس يقولون عبد العزيز هو المصور، اول مصور اماراتي مختص في تصوير مناظر طبيعيه. طبعا الحمد لله لي وايد انجازات، لكن من اهم ممكن نقول ثلاث انجازات نقدر نحصرهم. اول شيء هي جائزه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، الحمد لله حصلت على المركز الاول في محور المناظر الطبيعيه، وطبعا هذا فخر الحمد لله يعني من انجازات الكبيره. من ضمن الانجازات الثانيه اللي هي الحمد لله في عمر 25 كان لي هدف ان يكون لي اصدار مطبوع او مؤلف، والحمد لله انجزت هذا الانجاز، واللي هو كان كتاب فصول، وهو اول كتاب عربي مختص في تصوير المناظر الطبيعيه، والحمد لله الحين بتكون له طبعته الثانيه، انتهت الطبعه الاولى والطبعه الثانيه ان شاء الله بتنزل خلال الشهرين الجايين. الانجاز الثالث يعني اعتبره انجاز عظيم، اللي هو في شبكه في الانترنت اسمها NPN او Nature Photographers Network، هذه الشبكه تعتبر من اقوى الشبكات على مستوى العالم مختصه في تصوير المناظر الطبيعيه، وكل عمالقه المصورين المناظر الطبيعيه متواجدين في هذا كاداريين، والحمد لله اختاروني من ضمن الاداريين، يعني اول عربي كنت وياهم كاداري، وفي نفس الوقت يعني كسفير للوطن العربي. طبعا ممكن البعض يوم تقول لهم مصور مناظر طبيعيه يستهين بهذا الموضوع ويقول موضوع البعض يعتبره سخيف ترى، لكن ما يدرك صعوبه المناظر الطبيعيه الا اللي يخوض الطبيعه. حط في بالك ان اول شيء تحتاج لياقه بدنيه عاليه، الشيء الثاني حط في بالك ان بتوصل لارتفاعات عاليه، يعني مثلا تنخفض فيها نسبه الاكسجين، التنفس تصير صعب، توصل ل 5000 متر فوق مستوى سطح البحر، تصعد جبال وديان، هذا كله سهل ما عليه. الاصعب انك تبات في خيمه، في الخيمه مكسوه طبعا بالصقيع، ودرجه الحراره تنزل لسالب 40، يعني هذا كان ابرد من انك راقد في فريزر او في ثلاجه. فهذا اصعب شيء صراحه ان الواحد ما يقدر يتحمله في تصوير المناظر الطبيعيه. واللي يوصل لسالب 40 او خلونا نقول سالب 20، اللي يقدر يبات في ليله سالب 20 هذا يعني يعتبر انه وصل لمرحله متقدمه من تصوير المناظر الطبيعيه، ناهيك عن انك انت تشيل على ظهرك 35 كيلو وتصعد جبال وتمشي يوميا بحدود 60 كيلو متر. فيعني هي تجربة صعبة على أساس أن في النهاية توصل للحظة، تجسد لحظة من الزمن. والصعب في تصوير المناظر الطبيعية أنك أنت ما تقدر تتحكم في الطبيعة، الطبيعة هي اللي تتحكم فيك، فأنت تجلس يعني في بعض الأحيان جلست 16 يوم بس أنتظر أني يعني لقطة في بالي أبغي أصورها في مكان كان يعني يعتبر من أجمل المناطق في العالم، فصرت هاي المنطقة ما توفقت في الجو إلا بعد 16 يوم. فهذا هو يعني تصوير مناظر طبيعية، مو بأن الواحد خلاص تعال وصور وانتهى الموضوع، لازم أن الواحد يجتهد ويكافئ. اليوم قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطا كبيرا، وأصبح للصورة الحضور الأكبر في الإعلانات والصحف والتعليم، متصدرة المشهد الحضاري بامتياز.